السنة الماضية تتذكروا أطول اسم هاتف بالعالم؟ شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس 5G. احنا ما بنقول شاومي اكيد، احنا بنقول ريدمي نوت 12 برو بلس 5G. أطول اسم وأفضل ريدمي نزل بالسوق حالياً حنشوفه مع بعض. قبل ما نبدأ لا تنسوا اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وخلينا نشوف مع بعض فلاج شيب كيلر، جهاز خارق من ريدمي. احنا شفنا النسخة من حوالي شهرين شهر ونص العادية، شوفوا بس ريدمي يركزوا شاومي يركزوا هيك بهواتف، لا ما هو شي كتير حد. بعد شوي مرحبا جميعا، حلقة جديدة من مستر تيك معكم إيهاب سالم، أو فقرة جديدة إذا بتحضروها على تلفزيون الفجيرة. الفقرة بتطلع عندي على القناة وعلى تلفزيون الفجيرة بنفس الوقت. أطول اسم جهاز وواحد من الأفضل الموجودين بالسوق، ريدمي نوت 12 برو بلس 5G. هدول كلهم مع بعض. خلينا نشوف أول شيء شو في موجود بالعلبة اللي أنا فتحتها وجربتها واستعملها، كل الأغراض موجودة. فنبدأ أول شيء مع كتيبات حاطينهم، والكفر تبعون سيليكون، في إبرة. شفتها صراحة اشتغل بسرعة، شوف بسرعة تلحقني. ها شوفت شوفت. زائد هون في عنا عنا الشاحن، أوه 120 واط، 120 واط مع كيبل تايب سي اللي راح يشحن البطارية اللي موجودة بالهاتف الـ 5000 ملي أمبير ب 19 دقيقة. انا فوت لف ساندويش، انت فوت حمام 19 دقيقة. خلينا نشوف التصميم. في تليفونات بتنام وبتوقع بيكون مش خالص شحنة بعد. بس قبل ما ابدا بالتصميم، من حاطين لون ابيض على العلبة بس ازرق التليفون ليه ما بعد؟ ليكو حلوة هاي ليكو. نتفق على انه دي ان اي او ريدمي مكملة نفس الشكل تقريبا اللي كان موجود، يعني انت بس تمسك الجهاز انت شايف هذا ريدمي، واذا مش شايف هذا ريدمي في كلمة ريدمي موجودة هون. بس ضد التبصيم الجهاز، جرب تبصم قد ما فيك، ما فيش تبصيم. عنا هيك سماكة صغيرة شوية من هون، اول يا ست عنا اياها 162 ب 76، والسماكة 8.9، يعني 9. عنا ايلاند جزيرة صغيرة هيك فيها الثلاث كاميرات من ورا مع الفلاش، وحاطين بالصغير هون اكيد انت ما فيك تشوفها لانه انت كاميرتك ما بتوصل. هون عنا 200 ميجا بكسل رح نحكي عنها فيما بعد. في كذا لون ما بعرف شو هن، بس ححط لكم اياهم. انا معي الازرق اللي موجود هون 3.5، الهيل اللي بعد بيحطوا من الهواتف 3. مخرج تبعه مع سبيكر شايفينه هون، الاي اي ار الانفراريد، كبسه الفوليوم، زر الفوليوم لما احنا بنقول باللبناني كبسه، وعن هون كبسه الباور، كبسه مش الاكله، كبسه يعني. هالميله ما عندي شيء ابدا. اما من داخل هون من خلف عندي ستيريو تايب سي ومحل لاثنين سيم كارد. وزن 108 جرام. عندنا كورن غوريلا جلاس 5 من قدام، وعندنا زاز من الخلف. IP53 يعني سبلاش ريزيست، يعني قطرات المي ما تسبحوا فيه. اصلا حد يتسبح بالتليفون يعني، بس انه اذا قلب انتبهوا بسرعه اركضوا جيبوه، لانه IP53. الشاشه عندنا اياها اولد بتدعم 1 بليون كلر 120 هرتز، منيحه للجيمز. دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس اب تو، يعني عندنا من 500 ل 900 نتس. قياس الشاشة 6.67 انش، 1080 ب 2400. بالنسبة للبروسيسور او بالنسبة شو في عنا داخل الجهاز، اول شيء عندي اندرويد 12، اكيد حيكون في عنا ابديت، بس انا اللي موجود عندي هون هلا 12. عندي الميو اي مع ميديا ديك دايمنسيتي 1080 6 نانو متر. عندي اثنين ذاكرة 128 256، 8 جي بي رام و 12 جي بي رام لل 256.
ريدمي معروفة في كتير من الأشخاص بيعتبروا أو بيحطوا إنه هذا الجهاز كتير مفضل كان أو كتير جيد بالجيمز. بالنسبة لإلي كتجربة الجيمز الهاتف ما كان في عندي حماوة، يعني اشتغلنا تقريبا حوالي نص ساعة بالهاتف عطى أداء جيد. كان عندي شوي بالنسبة ل إذا حبينا نلعب جيم أو دور بالشمس، يعني ما أتخيل في مين الناس ممكن تقعد تلعب جيمز برا بالشمس، لكن فضل يكون الإضاءة شوي معتدلة كرمال نقدر نشوف الصورة أوضح. لأول مرة بنشوف بكاميرات ريدمي 200 ميجا بيكسل. أوكي إحنا شايفينها بكاميرات شاومي عادي، بس إحنا يكون عنا كاميرا أساسية 200 ميجا بيكسل، هذا الشيء جديد عنا إياه. الوايد هون مع فتحة 1.7، كاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الموجودة هون بالطرف 2 ميجا بيكسل اللي عنا إياها للماكرو بتصور 4K 30 إطار بالثانية، بتصور 1080 30 إطار و60 إطار بالثانية. أما كاميرا السيلفي عنا إياها 16 ميجا بيكسل اللي بتصور 1080 30 إطار. يمكن بس هيك كانت مشكلة عندي إياها بكاميرا السيلفي، ولكن أوكي مش مشكلة تمام مش الحال. كنت بفضل يكون عنا على القليل 60 إطار بالثانية. هاي كانت تجربة كاميرات، تجربة 1080 مع 30 إطار بالثانية اللي الأغلبية حيستعملوها. الكاميرا يعني لا ما في تفاصيل، اوكي في ثبات بالصورة ايه بس ما في تفاصيل، فخلينا نجرب نشوف ال 60 إطار بالثانية. هون عنا ال 60 إطار بالثانية، شوفوا التفاصيل، شوفوا قد ايه يعني انا ممكن فوت على الحمامة اللي طايرة هلا وستيبل ستيبل الصورة يا جماعة. الخضار واضح معنا، احمر اللي بالصورة مشبع الكاميرا باللون، لكن بشك بالزوم انه يعطيني صورة نظيفة. عنا زوم لحد 6x هلقد هلق، مش حاطط منع على الاهتزاز بس هي فيها منع على الاهتزاز. تصوير 4K عنا اياه هون للأشخاص اللي مش كتير تفرق معها موضوع الميموري. الصورة واضحة لكن الديتيلز عندي مش كتير. هلا مبين عندي الزرق اللي موجود بالسماء حلو حلو، والخضار بالأرض كمان، بس في شيء بالكاميرا ناقص. بتحس الكاميرا عم تاخد وقت تتعمل فوكس. الكاميرا بتصور 1080 30 اطار بالثانية و 60 اطار بالثانية. انا هون عم صور بس عم اعمل تجربة 60 اطار بالثانية، عم شوف الاصفر اللي بالصورة جميلة مشبعة بالالوان. الكاميرا عجبتني الى حد منيحة، ونوينج انه في ناس كتير هلا ومعروف هلا انه في كتير ناس بتعتمد على كاميرا السيلفي ف جيدة. واخيرا الاسعار رح اترك لكم اياها هون. هذيك مرة عملت هون بس طلع السعر برات الشاشة. هون رح اترك لكم اياها بالدولار وبالدرهم وامتين يكونوا موجودين. السبب لانه في كذا سعر بعد ما قررت اي واحد بدي احط. ريدمي رح تعطينا دايما وشاومي بشكل عام القصص اللي احنا بحاجة لها، في قصة تانية بتوفر فيها لانه نحنا ما بنعوزها، فليش بدك تدفع حق شيء انت ما هتعوزه صح؟ هذا كان كل شيء لليوم. حلقة جديدة بنشوفها، أنا دائما بقول بنشوفها بتطلع معي بنشوفها، دائما في عندي حرف طاير. الجمعة الجاية أو موعد يمكن نعملها الأربعة،
فلا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وإذا عندكم أي سؤال عن ريدمي شاومي أو أي شيء بالحياة له علاقة بالتكنولوجيا كلية بالتعليقات، وأنا برد بشكل عام، برد يعني بشوف برد على المسجات. سلام.